السلام عليكم يا ناس، خلينا نكمل ولا وقف في الفيديو. وقف عند تعريف الإيمان بالرسل عليه الصلوات والسلام. الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان، أن يصدق المسلم أن الله تعالى أرسل رسلا، أن يقصد به أن يصدق المسلم أن الله تعالى أرسل رسلا للناس فيؤمن بهم جميعا. جميع الأنبياء والرسل لازم نؤمن فيهم لأنهم جاءوا برسالة واحدة. إيش رسالة الأنبياء والرسل؟ عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. إذا هو أن يصدق، أن يصدق المسلم أن الله تعالى أرسل رسلا للناس فيؤمن بهم جميعا لأنهم جاءوا برسالة واحدة هي عبادة الله تعالى وحده. هذا تعريف الإيمان بالرسل يا مس. كم عدد الرسل؟ صفحة 14. كم عدد الرسل الذين أرسلهم الله تعالى للناس؟ 25 رسول يا مس، 25 رسولا، اكتبوها، 25 رسول. اوكي يا مس، 25 رسول. هاي مس شجرة الأنبياء يا مس، تبدأ بسيدنا آدم أول الأنبياء وهو أبو الأنبياء، وتنتهي طبعا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بيطلع عددهم 25 رسول. طبعا الأنبياء والرسل هم ثبتوا وصبروا على الابتلاء وصبروا على صعوبات الدعوة، إنه عدم إيمان الناس فيهم وتكذيب الناس لرسالتهم. فبعض الأنبياء سموا بأولو العزم. من هم أولو العزم؟ اللي هو سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. أفكر وأدون إجابتي، لو آمن شخص بالرسل إلا واحد، أنت واحد مثلا ما آمنت فيه، هل يكون مؤمن ولماذا؟ لا، لا يكون مؤمن يا مس. الإجابة لا، يجب الإيمان بجميع الرسل لأنهم جاءوا بعقيدة التوحيد، يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. آخر شيء صفحة 15 يمس، الغاية من إرسال الرسل عليهم الصلوات والسلام. أول غاية يمس تعريف الناس بمين؟ بالله تعالى، بأنه وحده المستحق للعبادة. ما بصير نعبد إله آخر مع الله. يعني قديما كان يعبد، يصنعوا الحجارة، يصنعوا من الحجارة تماثيل، ثاني يوم يعبدوها يمس، مع انها لا تنفع ولا تضر، مع هيك كانوا يعبدوها، بس بيعرفوا انه في هناك الله، بس بدهم ايش؟ واسطه بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فجاءت الانبياء والرسل لتوضيح انه يجب عباده الله تعالى وحده. اثنين، دعوه الناس للتصديق بامور الغيب، انه لازم يامنوا في هناك غير، امور غيب مثل الجنه والنار يمس، عذاب القبر يمس، انه في هناك يوم اخر، يوم حساب. ثلاثة، الاقتداء بهم وذلك بالالتزام بأوامر الله تعالى والتحلي بحسن الأخلاق. إذا الاقتداء بالأنبياء، بأنهم طبعا الأنبياء والرسل هم خير من لا يجب أن نقتدي بهم ونعمل بأعمالهم ونبتعد عن كل ما نهو عنه. قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فلهداهم اقتدوا، يعني نقتدي بأخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة. أتأمل يمس هون صفحة 16، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. استنتج من الحديث الشريف غاية من غايات إرسال الرسل. إيش الغاية يمس هون؟ إن العرب قبل الإسلام عندهم أخلاق، مثل حاتم الطائي مس كان عنده الكرم وهو كان قبل الإسلام، لكن سيدنا محمد جاء ليدعوهم إلى توحيد والتزام أوامر الله تعالى. إذا إيش هو الخلق؟ الاقتداء بالرسل والالتزام بأوامر الله تعالى. إذا إيش الغاية بدهم إياها هون أو انذكرت في الحديث؟ الاقتداء بالرسل والالتزام بأوامر الله تعالى. بعد تدبري للآيات الكريمة أحرص في حياتي على واحد طاعة الله تعالى أكيد، اثنين الاقتداء بالرسل إني أقتدي بالأخلاق الحسنة، ثلاثة الدعاء والاستغفار من الله سبحانه وتعالى، أربعة أنا تضيفها هي الإيمان بجميع الرسل لأنهم جاءوا بعقيدة التوحيد. التوحيد إيش يا مس؟ عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.
عندكم نشاط بيتي يمس صفحة 16، استخرجوا يمس صور مكية أو مدنية، اكتبوا اسم الصورة هون، اكتبوا إذا كانت مكية أو مدنية. وهيك بنكون مس خلصنا الدرس. بتمنى منكم تحلوا النشاط وتحلوا أسئلة الدرس على الكتاب، عشان إن شاء الله لما أشوفكم بعد أسبوعين أشيك عليكم أشوف شو تابعتوا معي، واليوم كمان أشيك على أشوف مين حضر معي الحصة ومين ما حضرها. وبتمنى من الجميع إنه يتابع معي على المنصة أو على التطبيق. ويعطيكم العافية.